تحياتي. الوضع أسوأ مما يبدو. كلمات قالها فلورنتينو بيريز عندما سئل يوم التتويج بلقب الدوري عن احتمال التعاقد مع امبابي أو نيمار، وأكد وقتها أنه ما في صفقات كبرى لأنه الوضع سيء وأكثر مما بيتخيلوا الناس. هذا الكلام وقتها اعتبروا كثير أنه مجازي ومش حقيقي، أنه في مشكلة يا عالم افهموا، حتى ريال مدريد ما راح يقدر يشتري لاعبين. لكن صحيفة سبورت الكتالونية طلعت في تقرير بتقول لا، المشكلة فعلا أكبر مما تبدو بالنسبة لريال مدريد، لأنه عندها مشكلة سيولة مالية بتتعلق بأنه أهم رعاته أديداس وطيران الإمارات، وهم عملاقين معروفين طبعا في صناعتهم ومعروفين أنهم في قطاعين تأثروا كثير بسبب كورونا، أبلغوا ريال مدريد أنهم مضطرين يتأخروا بدفع الأموال المطلوبة منهم عن عقودهم السنوية. طبعا هذا راح يحط ريال مدريد في مشكلة سيولة مالية يعني، ومن المتوقع أنه غياب الجمهور يخلط أيضا حسابات النادي في مسألة تطوير ملعبه، كما أنه غياب الجمهور حيزيد الضغط على خزائن النادي وحساباته البنكية، بحيث ربما يضطر يخفض من إيجار لاعبته 10%. طبعا ريال مدريد مش النادي الكبير الوحيد اللي بيعاني، كل الأندية تقريبا حتعاني ماليا، لكن التركيز دائما بيكون أكبر على النادي الأغنى في العالم والأشهر في العالم، اللي هو طبعا النادي الملكي. فريال مدريد عنده شوية حلول، أولها التسريع بالتخلص من خامس وبيل وبعض اللاعبين اللي ما بيلعبوا له كثير، ولعله عمل ذلك لما باع حكيمي بأربعين مليون، يعني اختار الحل القريب الأمد على الحل البعيد الأمد، فكان موافق أنه يخسر موهبة مثل حكيمي مقابل يدعم حساباته البنكية. أيضا لابد أنه يتخلص من أي لاعب ما بيلعب حتى بالإعارة بشان يتخلص من فاتورة أجوره، وربما من العناصر اللي بتدفع للإطمئنان رغم تقرير صحيفة سبورت في ريال مدريد أنه الحكومة بالأساس بإمكانها حسب التشريعات الإسبانية تدعم الأندية الرياضية اللي هي ملكية عامة زي ريال مدريد وبرشلونة، وهذا اللي حصل في الماضي مع الأزمة المالية العالمية عام 2009، وهو دعم آنذاك أثار جدل كثير كبير لمستوى أنه ألمانيا على مستوى مستشارتها يعني وقتها انتقدت أنه الأندية الإسبانية معها فلوس من حكومتها رغم الأزمة. ريال مدريد أيضا لازم يوثق بالعقلية التجارية الكبيرة اللي بملكها فلورنتينو بيريز، صاحب الثروة الكبيرة والمدعوم بالتالي بشبكة علاقات كبرى مع البنوك وأصحاب رؤوس المال، على الأغلب حتساعده إنه يخرج من هذا المأزق.